مستمرة في هذا الصباح وبهذه التحديات وفي هذا الأبداع المستمرة بعدما شاهدنا وتابعنا الحذرة التي قدمت العرض ما فيه الكفاية مشاهد الكرام في هذا الصباح وفي هذه التحديات المثيرة وكان يقدمها بن السمح. شكرا راعي الحذرة على هذه المشاركة الأولى، أول أشواط القعدان في هذا الصباح وفي هذه أيضا التحركات أسير مع مقدمة الشوط مع المركز الأول الصدارة والقيادة، ومقدمة الشوط مع المركز الأول يتقدم أيضا بلقى عقيب أبخيت بن سعيد بن محمد الشامسي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني بلقى درب حمد بن سعيد بن علي المزروعي غير مع المركز الأول في هذه اللحظات اللي هو عقيب درب مع المركز الأول، عقيب مع المركز الثاني، قدم عقيب في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي المثير في هذه أيضا الإبداعات. هناك أيضا أبخيت بن سعيد بن محمد الشامسي المركز الثالث تابع في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر، يتقدم أيضا بلقى الحذر سعيد بن حمد بن محمد السمح العامري خذ المركز الثالث المركز الرابع، تابع لي من الطرف الآخر، التقدم في هذا الأوان من خلال تواجد اللي هو أيضا مناور وعبد الله بن عوض بن مصبح بلوشي خذ المركز الرابع المركز الخامس، ايضا تقدم من النايف ويقدم مبارك بن سعد بن سعيد بن ضحيه العامري خذ المركز الرابع، غير على مستوى المركز الثالث تابع الاسماء الاخرى التي انضمت في هذا الانطلاق في هذه التحديات المثيره والخطيره في هذه اللحظات. لكن بسير مع مقدمه الشوط المزروعي، يتقدم في هذا الانطلاق في هذا الابداع المستمر على الصداره على مقدمه الشوط مع المركز الأول، يقدم درب مع المركز الأول، هذا هو درب مع المركز الأول، حمد بن سعيد بن علي المزروعي مع المركز الأول يقدم درب بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة مع أول انطلاقة القعدان في هذا الموسم. المزروعي 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 أروح في هذا الانطلاقة في هذا أيضا الإبداع المثير بن السبح مع المركز الثاني في هذا الانطلاق، لكن المزروعي يتقدم في هذه اللحظات وبهذه التحديات المثيرة ما إن شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الانطلاق. هذا هو المزروعي مع المركز الأول يقدم أيضا درب، مع المركز الأول، درب على الصدارة، درب على مقدمة الشوط، درب مع هذا الانطلاق، درب مع هذا التحدي، هذا هو درب 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 مع المركز الأول. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار مع درب. شكرا يا المزروعي على هذه المشاركة. المركز الثاني هذا هو الانضمام مع المركز الثاني مع متعب ومبارك من خلفان بن مبارك. المركز الثالث يبدو أن انضمام مع المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الثالث المركز الرابع والخامس حتى المركز العاشر بتركه إلى أعضاء خط النهاية حيث أن لهم شان في مثل هذه الأمور. التوقيت الذي يتحطم بدقيقتين وثمان وخمسين. تهانينا والناموس لمالك درب وقدم حمد بن سعيد بن علي المزروعي على هذا الفوز والانتصار.